غذاء الروح الجزء الثاني. مرحبا بكم أصدقائي في ختام حلقاتنا من برنامج جدد عافيتك. الإنسان كيان من جسد وعقل ونفس وروح، وكل جزء من هذا الكيان يتطلب منا العناية والالتفات إليه لنحدث التوازن في هذا الكيان. والجزء الروحاني من كياننا من أهم جوانب تكوين الإنسان، وأي خلل أو نقص بهذا الجانب يحدث فراغا كبيرا لدى الإنسان، وهو ما نسميه بالفراغ الروحي. فكيف لنا أن نملأ هذا الفراغ كي يشعر الإنسان بتوازن وسكينة؟ إن الإنسان دائم البحث عن المكان الذي قدم منه، ألا وهو من عند خالقه الله عز وجل. لذلك كل واحد منا يحب كثيرا العودة إلى ذلك المكان ويحن إليه، وهو يجد لمحة منه عندما يسكن إلى ذاته ويحدث ربه. فهذا الحديث الداخلي الذي يقوم به الإنسان مع ربه بشكل انفرادي يرجع للقلب سكينته ويمتلئ قلبه بحب وسلام لم يملأها كل ما كان يفعله من ممارسات في حياته. ذلك أن هذا الرجوع والخلوة مع الله لها صبغة مختلفة عن بقية الممارسات التي لا يمكنها أن تحدث هذا النوع من الإشباع والامتلاء. ويمكننا ملاحظة ذلك عند جميع الأشخاص، إذ أن ابتعادهم عن هذه الخلوة تجعلهم عرضة للمخاوف والهلع والشعور بعدم الإشباع والنقص الظاهري الذي مهما حاولوا إشباعه بكل الممارسات لن يساعدهم ذلك على الامتلاء والشعور بالسكينة. فالإنسان مخلوق روحاني يحن إلى أصله الذي قدم منه، يحن إلى خالقه الذي أودعه نفخة من روحه. هو بحاجة دائمة إلى تلك السكينة التي يسكن إليها قلبه، وهذا ما تدعونا إليه جميع الأديان السماوية على اختلافها: العودة إلى الله، الاتحاد مع الإرادة الإلهية التي تدعوك أن تكون ذلك الكيان الأسمى، كيان نوراني بالدرجة الأولى. وهناك أصدقائي ممارسات كثيرة تساعد الإنسان على تقوية هذه الصلة مع الله، أهمها لدى المسلمين الصلاة والذكر والتفكر والخلوة. إن هذه الممارسات من أروع الممارسات التي يمكنها أن تساعدك على تقوية هذا الجانب، غير أنني أدعوك إلى عمل هذه الممارسات مع الحضور القلبي، أي أنك تعملها بحضور ووعي ولا تدع الأفكار والانشغالات تفسد عليك هذه اللحظات الجميلة، لأنك كلما كنت حاضراً يمكنك أن تشحن وتمتلئ روحك أكثر. ومن الممارسات الجميلة أيضاً والتي تساعد الإنسان على تقوية هذا الجانب بشكل كبير هو ممارسة التأمل. ذلك أن التأمل يمنحك فرصة رائعة للهدوء والسكينة والإنصات للذات، يمكنك تجربتها بامتياز. ومن أجمل الممارسات والتي تعلمتها خلال رحلتي في البحث عن تقوية هذا الجانب لدي هو تقنية الحضور في هنا والآن، والتي سلط عليها الضوء المفكر والروحاني إيكارت تولي من خلال كتابه قوة الآن، وهي تعتبر من أقوى التقنيات لملء الجانب الروحاني، وتكمن قوتها في أنه يمكنك ممارستها طوال الوقت وفي كافة الأحوال،
تمارسها وأنت تمشي وأنت تعمل وأنت تأكل وفي كل حركاتك. إنها وسيلة جيدة جداً لتقوية اتصالك بالله، لأن الله عز وجل يتواجد معك في الآن فقط، ولا يمكنك أن تتواصل معه في الزمن الذي يقترح عليك عقلك على الدوام، وهذا ما يسمى بوهم الزمن. ولا تنسى أن تستعين بالسؤال: ما الطاقة وما الفضاء وما الوعي الذي ممكن أن أكون عليه أنا وجسدي وكل كياني لأختار ما يختاره الأسماء لدي، لأرى عبر عينا روحي وأحسن التواصل مع الله خلال تجربتي في هذه الحياة بكل يسر وفرح وبهاء؟ من كتاب قوة السؤال: كن أنت السؤال وفي أي مجال، دليلك الشامل لطرح أسئلة تفتح كل الاحتمالات. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من خلال هذه الرحلة داخل كيانك. معي أنا الدكتورة خضراء سليمان، ألقاكم في برامج مقبلة بحول الله وقوته.